الهدف الثاني طلاب أن يذكر الطالب سبب اشتعال انتفاضة الحجارة بقيادة الأطفال عام 1987. طبعاً هذه الأحداث التي جرت في فلسطين حتى عام 1987، فهنا جرت انتفاضة، وهذه الانتفاضة كان أبطالها الأطفال، أبطالها الأطفال، وأيضاً سلاحها الحجارة. طبعاً الكيان الصهيوني أحكم سيطرته على فلسطين وأحكم حصاره على الشعب الفلسطيني بشدة. فنتيجة لهذا الحصار ساءت أحوال الفلسطينيين المعيشية وتدهور اقتصاده. وقد اشتعلت عندما أقدم، يعني سبب اشتعال هذه الانتفاضة عندما أقدم سائق شاحنة صهيوني على دهس عمال فلسطينيين عند عودتهم من أماكن عملهم. يعني كان في عمال فلسطينيين بالعمل، هم راجعين على منازلهم، فقام سائق شاحنة صهيوني على دهسهم، تمام، وقتلهم. فهنا يعني كان سبب اشتعال هذه الانتفاضة. استمرت هذه الانتفاضة لمدة 6 سنوات، يعني استمرت هذه الانتفاضة ضد الكيان الصهيوني لمدة 6 سنوات. هذه الانتفاضة أرهقت الكيان الصهيوني بصراحة، أرهقته، وصار لها مثل مكانة كبيرة لدى الفلسطينيين. يعني 6 سنوات، انه يعني فتره طويله، خلال 6 سنوات يعني كان كلياتها معارك ضد الكيان الصهيوني، وهي معارك يعني سلاحها الحجاره، وطبعا ابطالها الاطفال. تصور يعني اطفال فلسطين باستخدام الحجاره ضد الكيان الصهيوني، ذاك سميت انتفاضه الحجاره، انتفاضه الحجاره، تمام، التي كان ابطالها الاطفال. طبعا رد من اسرائيل على هذه الانتفاضه، طبعا اتباع سياسه التجويع وقطع الماء والكهرباء وتكسير العظام، فهنا سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. طبعاً هو يعني الصهاينة بالأصل هم مجرمين، يعني مجرمين، فسياستهم سياسة إجرامية تقوم على القتل والتهجير والتنكيل والترهيب. فسياستهم قامت على التجويع، يعني هي نوع من أنواع العقوبات، عقوبات القتل. يعني بدل ما يقتلك مباشر، يعني يطلق عليك النار فيقتلك، فيجوعك. فالجوع هو كمان نتيجة الجوع، يعني شهر 2 3 بعد يضمر الإنسان فيجف. يعني بالعكس، يعني هي كمان جريمة أكبر، يعني جريمة يعني أكبر من جريمة القتل في حد ذاته. كيف أكبر أستاذ؟ يعني أكبر من ناحية الألم اللي بده يقطع عليه لهذا الضحية، يعني الجوع. طبعا ضحية الجوع هي كأنك أنت حاط واحد بمعتقل ما تسقي له مي ومقاطع من الطعام، ممكن يعيش له 10 أيام 3 أيام، اللي هو تعطيه قطعة صغيرة من الأكل، فبس مشان شو تعذبه أكثر، فتتمدد أنت في سياسة هذا التجويع. فهذا كان من أحد السياسات اللي الإجرامية التي كان متبعها الكيان الصهيوني. طبعا قطع الماء نفس التجويع، والكهرباء، وتكسير العظام، يعني بس مسكم ناس متظاهرين أو ناس شايلين حجارة فيقومون على تعذيبهم جسديا. فهنا كان يعني من نتيجة هذه السياسات أنه استشهد عدد كبير من الفلسطينيين، وخاصة من الأطفال والنساء. طبعا بعد يعني بعد هذه الانتفاضة، انتفاضة الحجارة في عام 1993، هنا تم توقيع ما يسمى اتفاق أوسلو. هذا الاتفاق أوسلو طلاب كان بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للفلسطينيين والكيان الصهيوني. هنا يعني بعد يعني 93، يعني بعد فترة طويلة من الزمن والصراع بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، فارتأموا الفلسطينيين انه ما في حل، الدول العالم كلياتها محاصرة، كلها تريد الكيان الصهيوني انه يبقى رسميا في فلسطين. لكن منظمة التحرير الفلسطينية يعني ما طلع عنده أمام بعض خيارات كبيرة. كان في خيار أنه هو شيء اسمه اتفاق أوسلو عام 1993. هذا الاتفاق اعترفت فيه منظمة التحرير الفلسطينية، اعترفت بالكيان الصهيوني، يعني اعترفت بإسرائيل رسميا، قال خلاص راح نعترف بالكيان الصهيوني، لكن في شرط، تمام، أنه بدنا شرط. إيش هو الشرط؟ قال حصول الفلسطينيين على الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية، أنه تعطونا حكم ذاتي عن حكم مستقل، يعني ما لهم علاقة فينا الإسرائيليين الصهاينة، ما لهم علاقة فينا، تعطونا فقط غزة والضفة الغربية.
لكن الاتفاق فشل. شوف سبحان الله، يعني الفلسطينيين اعترفوا ونجبروا على الاعتراف، طبعا ما نرضين، هم بتهم كل فلسطين، لكن بظروف احداث تفرض على الفلسطينيين انه يرضون ببعض الانصاف الحلول، يعني هذا نصف حل، فهم وافقوا عليه. مع ذلك فشل هذا الاتفاق. والسبب الفشل، سبب فشل اتفاق اوسلو، انه الكيان الصهيوني رفض انه يعترف بالضفه الغربيه وقطاع غزه ارض فلسطينيه. قال لا، هذه المنطقتين ما لها ارض فلسطينيه، هذه ارض صهيونيه يعني تابعه لهم. فرفض، اتصور يعني فوق كل شيء، الصهاينه هم اللي رفضوا اللي يعترفون بالضفه الغربيه وقطاع غزه انه يعطون الحكم الذاتي لمنظمه التحرير الفلسطينيه، اللي رفضوا انه هذه ليست ارض فلسطينيه انما ارض لليهود. فهنا فشل اتفاق اوسلو عام 1993. سؤالي للونة طلال، ما رد الكيان الصهيوني على انتفاضة الحجارة عام 1987؟ اتبع سياسة التجويع وقطع الماء والكهرباء وتكسير العظام، فسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. تمام، الله يبارك فيك. طبعا ما رد الكيان الصهيوني على انتفاضة الحجارة عام 1987؟ تبع سياسة التجويع وقطع الماء والكهرباء وتكسير العظام، فسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى وكان معظمهم من الأطفال والنساء. السؤال الثاني ناخذ خديجة عبد القادر، علل فشل اتفاق أوسلو بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. لرفض الكيان الصهيوني الاعتراف بالضفة وقطاع غزة أرضا فلسطينية. تمام، يعني الاتفاق فشل لرفض الكيان الصهيوني الاعتراف بالضفة وقطاع غزة أرضا فلسطينية.